هنالك دعا زكريا ربه قال <سؤال> رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُتِي لِرَبِّكِ بك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك Ve mâ kûnte ledeyhim iz yulqûne eqlâmehum eyyuhum yekfülü meryem. Ve mâ kûnte ledeyhim iz yehtesimûn. İz qâleti يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين